اهلا ابطال، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ابطال غنديروا مع بعضياتنا، وقبل ما نقولكم شنو غنديروا مع بعضياتنا غتشوفوني بدراني عرقانه ودايره عليا فوطة، لانني كنت سجلت البداية ديال الفيديو، ملي جيت كنقلب كنلقى ما كاين والو، والله ما لقيت، ديما انا مصدومه ما لقيتش. ايوا حتى ساليت وقلت صافي غادي نمشي باش نبدل عليا ونمشي ندوش، وهذا كنلقى اصلا البلي ديال الفيديو ما كايناش، ما كايناش. ايوا خاصني نعاودها. المهم ابطال، قلت لكم اليوم ان شاء الله غنترينا مع بعضياتنا شمارين ساقين، يعني الساق والفخاد، الساقين والافخاد. الناس اللي باغيين يولوا عندهم لي مولي ديال مارادونا، مع اليوم في التمارين ان شاء الله اللي غتعملوا معاكم دوجا في الناس. يلا ابطال ما نطولش عليكم، ليتس جو. ابطالي، اول حاجه كنقوم بها وكالعاده اول حاجه وهي التمارين الاحمائيه باش نسخنوا العضلات ديال الجسم ديالنا. اول حاجه لا مارش، ولا مارش يعني المشي هو من التمارين الاحمائيه. يلا نبداو. ديما كنقولو نعملو لا مارش، المشي ضروري نكونو موقفين الظهر ديالنا، البطن ديالنا مشدود، يعني ريدينا، كتافنا، فخادنا، سيقانا، يعني السيقان، كلشي خاصو يكون يعني مشدود وواقف مزيان. هاد التمرين هذا اللي غنعملو اليوم، يعني هاد ثلاثة التمارين على حسب. المهم هاد ثلاثة التمارين غنعملو اليوم ضروري خاصو يكون عندك كرسي، ضروري. حنا غنخدمو حنا واقفين، ولكن ضروري يكون عندك كرسي، ولا تكون عندك شي عصا، الشطابة ولا شي كراطة، المهم تكون طويلة مزيانة كاع وتكون صحيحة، باش اين فوا تشد فيها يعني ما تهرس ما والو، تكون صحيحة. المهم ديال الشطابة ولا ديال ولا ديال المهم شي جوج طارق شنو كتسميوها نتوما، ديال الكراطة، جيبها شدها هكا بيدك ونبداو نخدمو. انا وقيلا قلت انا نستعمل كرسي وما عرفتش، يعني كرسي بالي شويه قصير، اي ما عرفت، غنشوف كرسي اذا ما جانيش هو هذاك غنجيب عصا. صافا بعدا توحرت ولا مازال ما عرفتش، كبير ولا يفحني كتوحر بحقها، الناس راه كتوحر على طول العام، الناس كترين كتوحر على طول العام، والعاديين ولا اللي بحالي تيخافو من البرد راه حتى الصيف هذا كيتوحر. بدلو شويه بقاو شهر لامارش. نفس شويه خذوا لكم شويه الماء، شربوا عشان بزاف ديال الزواو، وجيبوا الكرسي ديالكم ولا العصا. المهم انا جرب الكرسي، اذا ما جانيش كرسي راه نجيب عصا. كرسي دابا غنبداو التمارين ديالنا، نوقفهم قادين، وقف مقاد، دارك مقاد، كلشي مقاد، شدوهم في الكرسي ونبداو نطلعو. عارفش انا محاكي بان ليكم تلتحت،
المهم كتشوفوني طالعه هابطه طالعه نازله رجليكم كون شويه محلولين شويه تقريبا شويه مش بزاف طلعوا هابطه طلعوا هابطه شو ما كتعملوا هكذا تتحسوا بالسيقان ديالكم يعني اللي مولي وفخاتكم مجدودين مزيان وحالة كيضربكم شوية الناس اللي باغي اللي مولي ديالهم تقادو ما عليهم إلا بهاد الحركة هادي دير الجهد اللي قديتي عليه انت يعني الوقت اللي قديتي عليه انت ديرو ديري 30 ثانية ديري 60 ثانية اللي حبيتي اللي بغا دقيقة جوج دقايق ثلاث دقايق ربع دقايق خمس دقايق اللي قديتي عليه منكدبش عليك انا كنحس بيهم ضروني ديال الصح واو ارتاحوا شوية وحنا كنرتاحوا نعملو لاماغش بلاصتنا عملوا لاماغ شوية تنقرج ليكم الحركة الثانية ديالنا أبطال نعملو مرة رجل نزوها مرة رجل الأخرى رجل طالعة ورجل هابطة فهمتو؟ عرفتش كيبان ليكم كيبان ليكم المهم بحال هكذا بحال هكذا على صباع رجليكم مرة طالع مرة هابط مرة طالع مرة هابط كيف قلت لكم ابطالي رجليكم يعني المسافه ما بين رجل ورجل كيف قبيله غير شويه ماشي بزاف هاد التمارين هادو تخدم بهم يعني الجهه السفليه كامله من فخادك سيقانك رجليك كامل وكيبان ليا انا ما اظن المهم كيبان ليا حتى الجهه السفليه ديال البطن خدامه نحس بها خدامه ومنساوش التنفس تنفسوا مزيان باش كتقدروا تكملوا التمارين ديالكم عرفتو أبطال كاين الصحت الموت ديال الصحت والله جيت الصحت
سخنت والله الا سخنت. عرفتو غير بهاد لا مارش هادي وبهاد الحركات هادو والله الا سخنت. عملوا هاد التمارين هادو 5 مرات في السيمانة وردوا عليا شوفوا النتيجة كيف عاملة. اللي ما عندهمش لي مولي ما غيوليوش عندهم لي مولي، أو اللي ما عندهم غيوليو عندو لي مولي ديال مارادونا. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا عصا، شادين عصا ولا جوج عصيات، عصا من هنا وعصا من هنا وتبقى خدام. يعني بالعصا وبالكرسي كتقدر دير التمارين ديالك، اما هكذا مشات في والو كيجيك شويه صعب. واو 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 صافي مبقالنا والو، مبقالنا تمرين واحد كيف ما قلت لكم. يدير التمارين الله يجعل البركه، راه غير واحد في هادو تعاونوا بشكل يومي الله يجعل البركه. والله شري هنا غير يقولوا عندك المغرضون. راه حتى في هذاك اللي يخدموا ولا اللي يخدم بزاف ونصي كاع لي مولا تيخدموا بزاف. صافي كيف ما قلت لكم التمرين الاخر هو هذا، غنطلعو برجل غنستخدمو وحده، رجل وحده، رجل وحده هي اللي كنطلعو بيها وكنهبطو بيها، ورجل هادي اللي كنطلعو بيها وكنهبطو بيها راسها نخدمو بيها، ورجل أخرى غنخليو بحال هكا ونبقى نطلعو نهبطو، طلعو نهبطو. يلا ليتس جو. خدمو رجل اخرى تمشى شويه حتى شوف بديت كنحرك فوطه ما جبتهاش خديتها ليه. صافي حسين مسح من بعد ندوش. كيف ما شفتو ابطالي التمارين ديال اليوم، هاد 3 تمارين والله حتى راه مشى فعال. ها عرفت شي بان لكم ولا مبانش لكم؟ لي باغي لي موالي تقاتلو لي ما عليه، غير بهاد التمارين كيف قلت لكم الله يجعل بركة. غير استمرارية، تكرار تكرار تكرار، بيكاتي بيكاتي بيكاتي، تكرار غتوصل النتيجة اللي باغي. درتي مرة كيف كنقول ديما غنبقى نقولها ونبقى نقولها ونبقى نقولها تتفهموها مزيان تدخل ليكم راسكم. درتي أي مرة كتسنى في النتيجة جلستي تما، أي حاجة ماشي غير سبور، أي حاجة تكرار تكرار تكرار. نفس مزيان شربوا الماء نفسو مزيان، وقفوا جيبوا الرجل عندنا.
شد مصبع رجليك طوها ونجيبو لقدام، دورو رجلينا مرة اليمين مرة اليسر، نزلوها بشوية نجيبو رجل أخرى جيبوها لقدام، دورو اليمين، وقفو مزيان، ورا اليسر، حطوها بشوية، وقفو، جبدو شوية، جبدو رجليكم جوجات. نفسه شوما كتطلعو كتنفسو كنتمنى أبطالي الفيديو يكون عجبكم وعملوا بالتمارين والله إلا مزيانين الناس اللي باغيين يعملو يعني يكون عندهم لي موليس كاين الفخيضات عملوا تمارين هادو يوميا غير شويه شويه يعني ما ديروش وقت كثير ويوميا وارتاحوا بين التمارين نفسو مزيان شربوا الماء وديك الساعه ردوا عليا واش ولو عندكم نيت لي مولي كيف كنقول لكم او لا ولكن الدوام تكرار 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 يلا خليت لكم الراحه ما تنسونيش من الدعم ديالكم كيف كنقول لكم ديما الدعم ديالكم كيف ما بغيكم ما تنساونيش وما تنساونيش من التشجيعات ولايك لايك لايك وسبسكرايب وبارطاجي الفيديو اذا بان لكم يستحق البارطاجا نشوفكم على خير ان شاء الله بيزلكم كاملين باي باي باي